تخيلي تصحي من النوم تلاقي مصر كلها كانت بتشتمك امبارح في يوم فرحك لمجرد ان فستانك ما كانش عاجبهم. ده اللي حصل مع البلوجر الجميلة نادية الخولي. امبارح كان فرحها فكانت لابسة الفستان ده، وده الديزاين اللي هي اختارته، وده كان من تصميم سامو هاجرس. سامو هاجرس طبعا فرحان بشغله وكده، فمنزل البوست عنده ومنزل صور العروسة وبيقول ده شغلي يا جماعة. فالناس كلها حرفيا عمالة بتشتم على الفستان وعلى المصمم، وعمالين يقولوا له حرام عليك انت كسرت فرحتها، الفستان اللي انت عامله لها ده الفستان وحش جدا، وفضلوا يتريقوا بقى وكده. بعد اقل من ساعتين كان سامو هاجرس شايل البوست خالص ومسحه، وده عشان نفسية العروسة طبعا ما تتأثرش. بس للأسف ناس كتير كانت بتشتم امبارح على الفستان، مش بس في الكومنتس عند سامو هاجرس. يمكن يكون الفستان مش احلى حاجة فعلا، بس ده ما يديناش الحق ان احنا نكتب كلام يجرح عروسة في يوم فرحها، اللي هي اصلا بتبقى في اليوم ده محتاجة تكون ملكة ومحتاجة تسمع كلام حلو. بس انا حقيقي حطيت نفسي مكانها ولقيت ان هو فعلا شعور وحش جدا انك تلاقي نفسك في يوم فرحك عمال بتتهان. بس يا ريت بس لو نراعي مشاعر الناس في يوم مهم زي ده.